بيكم في حلقه جديده من برنامج حظك اليوم. هنبتدي مع برج الحمل. مهنيا رؤسائك في الشغل هيقدروا مجهودك الفتره اللي فاتت وهيساعدوك انك تتقدم. عاطفيا هتلاقي شخص هترتاح له بعد فتره من المشاكل العاطفيه. برج الثور مهنيا هو ده الوقت المناسب انك تاخد فيه قرار بخصوص استمرارك في حياتك المهنيه دي. عاطفيا احتمال انك تلاقي شخص هيخليك تقضي على كل الحدود اللي انت حاططها لنفسك. برج الجوزاء مهنيا ما تصعبش الامور على نفسك وعدي المشاكل اللي ما بينك وما بين زمايلك في الشغل. عاطفيا هتقضي مع عيلتك وقت مليان بالفرح والسعاده. برج السرطان مهنيا ابعد عن المشاكل النهارده عشان تقدر تنجز كل الشغل اللي وراك. عاطفيا في شخص جديد هيدخل حياتك ومش هتقدر تقاوم مشاعرك تجاهه. برج الاسد مهنيا ركز في شغلك لان مديرك مستني لك على غلطه. عاطفيا مشاكل كبيره ما بينك وبين الشخص اللي بتحبه ومحدش عارف ممكن تحلوها ازاي. برج العذراء مهنيا ابعد عن جو المؤامرات اللي بتعملها لزمايلك لان ده مش هيساعدك في حاجه. عاطفيا هتقضي وقت سعيد مع الشخص اللي بتحبه بعد انشغالك عنه الفتره اللي فاتت. برج الميزان مهنيا بتفكر انك تسيب الشغل، ما تاخدش الخطوه دي الا ما تلاقي شغل جديد. عاطفيا دور على حاجات مشتركه جديده ما بينك وبين الشخص اللي بتحبه عشان تجددوا علاقتكم. برج العقرب مهنيا ركز في شغلك وافتكر ان مكان الشغل هو للشغل بس مش للعواطف. عاطفيا اتكلم مع الشخص اللي بتحبه في كل مشاكلك لان ده ممكن يحل المشاكل اللي ما بينكم. برج القوس مهنيا هتحتاج وقت اكبر انك تطور من مهاراتك الفتره اللي جايه. عاطفيا جرب انك تندفع لمره واحده وما تفكرش بالمنطق، فكر بقلبك. برج الجد مهنيا خلص الشغل اللي وراك لان مديرك مستني نتائج. عاطفيا ما تخليش اي حد يتدخل ما بينك وبين الشخص اللي بتحبه، حلوا مشاكلكم مع بعض. برج الدلو مهنيا هتجيلك مكافاه في الشغل بسبب اجتهادك وحبك ليه. اما عاطفيا فانت ما بتهتمش بالشخص اللي بتحبه وده هيسبب مشكله كبيره. برج الحوت مهنيا في شغل كتير متراكم عليك الفتره دي، حاول تقسم وقتك عشان تقدر تخلصه. عاطفيا في حاجات كتير محتاجه اهتمامك الوقت ده وبالذات الشخص اللي بتحبه.